أقرأ مع حضراتكم قصة شهيرة في العهد الجديد، جاءت في إنجيل لوقا أصحاح 8، إنجيل مرقس أصحاح 5. أقرأها لحضراتكم كما جاءت في إنجيل لوقا الأصحاح 8 بداية من عدد 26 إلى 39. معلش طويلة شوية لكن تستحق أن نقف أمامها. هنرجع بعد شوية ناخد بعض الكلمات اللي ميزت القصة في إنجيل مرقس، لأنها وصفت بعض الأشياء التي يمكن لا نجدها في لوقا 8. لوقا 8 من عدد 26 إلى عدد 39. وصاروا إلى كورة الجدريين التي هي مقابل الجليل. ولما خرج إلى الأرض استقبله رجل من المدينة كان فيه شيطان منذ زمان طويل، كان لا يلبس ثوبا ولا يقيم في بيت بل في القبور. فلما رأى يسوع صرخ وخر له وقال بصوت عظيم: ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي، أطلب منك أن لا تعذبني. قال كده ليه؟ لأن يسوع أمر الروح النجس أن يخرج من هذا الإنسان، لأنه منذ زمان كثير كان يخطفه، وقد ربط بسلاسل وقيود محروسا، وكان يقطع الربط ويساق من الشيطان إلى البراري. فسأله يسوع قائلا: ما اسمك؟ فقال: لاجئون، لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. وطلب إليه أن لا يأمرهم بالذهاب إلى الهاوية، وكان هناك قطيع خنازير كثيرة ترعى في الجبل، فطلب إليه أن يأذن له بالدخول فيها، فأذن لهم. خرجت الشياطين إلى الإنسان ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحيرة واختنق. فلما رأى الرعاة ما كان هربوا وذهبوا أخبروا في المدينة وفي الضياع، فخرجوا ليروا ما جرى، وجاءوا إلى يسوع فوجدوا الإنسان الذي كانت الشياطين قد خرجت منه لابسا وعاقلا جالسا عند قدمي يسوع، فخافوا. فأخبرهم أيضا الذين رأوا كيف خلص المجنون، فطلب إليه كل جمهور كورة الجدريين أن يذهب عنهم، مش أن يقيم ويمشي، أن يذهب عنهم، لأنه اعتراهم خوف عظيم. مين ده؟ فدخل في السفينة ورجع. أما الرجل الذي خرجت منه الشياطين فطلب إليه أن يكون معه، لكن يسوع صرفه قائلا: ارجع إلى بيتك وحدث بكم صنع الله بك. فمضى وهو ينادي في المدينة كلها بكم صنع به يسوع. تنبيهم، هناك وقف المسيح يلتقي بهذا المهمش بين الناس. الشخص ده بيمثل مش نوع بس المهمشين، بيمثل نوع تاني، المرفوضين المنبوذين اللي احنا ما نحبش نعرفهم ولا نحب نقرب منهم، مش مريحين، مش لزاز، دمهم مش خفيف. المرفوضين المنبوذين، في وصفين اتقالوا على الشخص دوت. الوصف الاول: لا يلبس ثوبا. لا يلبس ثوبا، امال يلبس ايه؟ ولا حاجه. فتخيل حضرتك واحد جاي يسلم عليك ومش لابس، تعمل ايه؟ بص له كده تمشي، صح؟ منبوذ، مجنون، معتوه، مش زي بقيه الناس، فاقد العقل، لا يلبس ثوبا. مش بس كده، وماشي يصرخ يصيح بيقول ويجرح نفسه بالحجاره، يصيح ويجرح نفسه بالحجاره. منبوذ، مرفوض، والمجتمع عنده حق، عنده حق، مش مظبوط، مش مظبوط. لاجله سافر المسيح ليلتقي به. للمهمشين، للمنبوذين، للمرفوضين. النوع الثالث اللي بيعبر عنه الشخص ده شخص ميؤوس منه، حاولوا يساعدوه، حاولوا يلموه زي ما بيقولوا، حاولوا يلموه،
عارفين يعني ايه لموه؟ يعني يلموا المشكلة، يحطوها في حدود، فقيدوه بسلاسل، ربطوه عشان يبقى قاعد في مكان معين وما يعورش نفسه وما يصحش في الآخرين وما يأذيش الآخرين، لكنهم لم يستطيعوا. بيقول في مرقس 5:3 لم يقدر أحد أن يربطه بالسلاسل، ما حدش عرف يمسكه أبدا، كان يكسر السلاسل ويفك القيود ويندفع هائجا وهائما. والعبارة الثانية إنه ما يقوس منه إن الحكاية دي كانت من زمن طويل، فات على المشكلة دي كتير قوي قوي قوي، فات سنين كتير قوي، خلاص مفيش أمل، مفيش أمل. ناس كتير مشكلتهم بقالها سنين طويلة قوي، فبقى مفيش أمل منهم. احنا حاولنا نساعدهم ومش عايزين، احنا حاولنا نعالجهم والعلاج مش جايب نتيجة، احنا حاولنا نمد ايد العون وهم رفضوها، وبقالهم زمان طويل في الإدمان، في المخدرات، في الجنس، في العهارة، خلاص ما يقوس منهم، ما يقوس منهم. الشخص ده بيعبر عن المهمشين والمنبوذين والميؤوس منهم، لكن لازال المسيح بيهتم بيهم. إذا كنت واحد من الناس دول، المسيح لازال بيهتم بيك. إذا كنت فقدت الأمل في نفسك، المسيح لسه عنده أمل فيك. إذا كنت حاسس إن محدش عايز يمد إيده ويسلم عليك، المسيح عايز يمد إيده ويسلم عليك. المسيح ما على موعد مع أولئك المهمشين والمنبوذين والميؤوس منهم، لأن هو عنده رجاء، هو عنده قدرة إن يغيره. بالناس المنبوذين بسبب إدمانهم للمخدرات أو الجنس أو الجريمة، للناس اللي المجتمع لا اسمح، اسمحينا نقف مع بعض عشان نصلي. عايز أدعوك وعايز أدعوك، كنت واحد من هؤلاء الناس، المسيح بيمد إيده ليك النهاردة بالغفران، بالحياة، الشفاء، بالحرية، بالنجاة، بالخلاص. وإن كنت واحد من أولاد المسيح، المسيح بيقول لك تعال معايا ندور على الناس دول، تعال.